ثم أخذ يسوع معه بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل لكي يصلي. وبينما كان يصلي تغيرت ملامح وجهه وصارت ملابسه بيضاء لامعة، وظهر رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهرا بمجد سماوي. أنت ستتمم قصد الله وستموت في أورشليم. وبينما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا لنصنع ثلاث خيام، لك واحدة. وعندما تكلم بطرس ولموسى واحدة، نزلت سحابة وظللتهم، فخاف التلاميذ. وجاء صوت من السماء قائلا: هذا ابني الذي اخترته، له اسمعوا.